مرحبا. فيلم سوري عنوانه يوم أضعت ظلي ترشح وربح جائزة أفضل فيلم أول بمهرجان فينيس السينمائي الدولي بدورته 75. هالشي دفع الناشطين على مواقع التواصل وبعض الفنانين إلى أنهم يباركوا للسوريين والقيمين على هالفيلم بظل المشاكل يلي عم يمرق فيها الشعب السوري يلي من خلاله وصل صوت السوريين للعالم. الفيلم من بطولة سامر إسماعيل، سوسن أرشيد، ريهام القصار وأويس مخللاتي، وتأليف وإخراج سؤدد كعدان. هلا بيكون جوزك قاعد بالدنيا عليكي. مانو هون. وين؟ ايه وفي هابي لاند كمان اذا بدي. وقف عم تحكي شنو؟ ما فيني وقف. شلون يعني ما فيك توقف؟ خلوني مسكوني مرة تانية. تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان لحالة المواطنين بمنطقة الضنية بعد ما اجتاحت الأمطار طرقاتها وغرقت فيها السيارات. بالفيديو ظاهر كيف اللبناني بيضل يلاقي طريقة ينبسط فيها لو شو ما كان صاير معه. شيت طالع جديبة شك هلا شك وآخر أخبارنا مع تطبيق واتساب يلي بده يطلق تحديث جديد يمكن يلحقوا أضرار بمحتوى وخصوصية المستخدمين يلي عددهم أكثر من 1.5 مليار بالشهر. ومع هالأبديت طلبت الشركة من كل مستخدم يحول محتوى حسابه لنسخة احتياطية على جوجل درايف، وإذا ما انعمل هالشي رح يتعرض المحتوى يعني الصور والمحادثات للحذف بشكل نهائي. لهون منكن وصلنا لنهاية ترندز اللي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا.